أعزائي المشاهدين، يوم جديد وأمسية متجددة وحلقة جديدة من برنامج كرتنا على فضائية السودان 24. الآن على كل المشاهدين على امتداد بثنا في جميع دول العالم، على كل الذين يقفون خلف الشاشات لمتابعة برنامجنا اليومي كرتنا. معي داخل الاستوديو ضيفين عزيزين، الأخ المحلل الرياضي والمتابع للشأن المحلي والعربي والعالمي خضر عوض علي كرار. مرحبا بك ضيفا عزيزا في حلقة اليوم. مرحبا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مصعب، لك كل ود التحية. أنا سعيد بوجودي معكم اليوم، وخاصة في وجود الضيف الكريم الموسوعة عاطف. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى نقدم حلقة استفيد منها المشاهد داخل السعودية وفي السودان إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أيضا ترحيب عبرك يمتد للكابتن عاطف بركية بعد طول غياب عن الحلقات برنامج كرتنا. أهلا بك أستاذ مصعب وبزميل الأخ خضر، أتشرف به وأول مرة نتلاقى في في برنامج مع بعض. أرحب بالسادة المشاهدين برضو ومتابعين البرنامج بإذن الله. ومباشرة انطلاقة الحلقة بالعناوين. مرحب بكم مرة ثانية ومرحب بكل المشاهدين. كالعادة نحن بنبدأ بالمحور المحلي في برنامج كورتنا، وفي السودان تحديدا الحراك الرياضي شهد يعني حراك على مستوى الولايات، على غير العادة خروجا من العاصمة في عندما انتقل المريخ بكلياته إلى مدينة حلفة الجديدة، وكذلك الهلال إلى أبو حمد. سنتحدث أولا عن المريخ. المريخ بكل زخمه ونجومه كان ضيفا ربما ثقيلا على فريق أكوبام حلفة، مباراة انتهت برباعية، لكن أحداث ما قبل المباراة وما بعد المباراة تهمنا كثيرا من البطولة نفسها يا خضر. نعم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى صحبه ومن والاه. مرة ثانية رحب بك أخ مصعب وبزميلي الأخ عاطف بركية. بإذن الله أتمنى إن شاء الله نقدم حلقة مفيدة ولي الشرف موجود معه إن شاء الله. بالنسبة طبعا لكلامك عن المريخ وزيارته لوادي حلفة، فطبعا زي ما قلت هي في بطولة كأس السودان القومي، وزيارة المريخ طبعا سفر كان يوم الجمعة ولقت رواج كبير في حلفة. شاهدنا مدى الاستقبال ومدى الجماهير والمحبين لنادي المريخ، كانت في استقبال نادي المريخ على مشارف مدينة وادي حلفة. ففي بطولة كأس السودان زي ما قلت أخ مصعب، هي ولو إن يعني أصبحت البطولة يعني بعد الدوري الممتاز بعد الأندية ما ترغب في مواصلتها، لكن هي بتحدث حراك دائما، خاصة لما تجي أندية زي المريخ زي الهلال ويمشي الولايات. ودي أنا أشوف اتحاد الكرة لما تعمد مثلا زي المريخ زي الهلال يطلعوا في الولايات، يمكن تعمد لأنه دي فعلا تكون فائدة أول للأندية بدل تجي هناك للعاصمة. نعم. يمكن مع الظروف والاقتصادية فالأفضل أنه تطلع أندية الغمة. فشاهدنا المريخ فعلا في وادي حلفة زي ما أقوله قبل ما أنسر الدرة داخل الملعب، شوفنا حفاوة الاستقبال وحرارة الاستقبال اللي كانت موجودة على مشارف مدينة حلفة. والآن تعرض الصور على استقبال فريق المريخ. نعم. يعني ربما خرجت مدينة حلفة الجديدة على مكرة أبيها. نعم بالضبط. هون يعني بالتأكيد حلفة كانت من المريخ يجوم زي ما أقول من يوم الخميس، لكن هون جاءون يوم الجمعة، وكانت ثاني يوم طبعا مباراة يوم السبت. شاهدنا الناس بالتكاتك، شاهدنا الناس طبعا بالمواتر بالسيارات الباصات. فزي ما قلت خرجت مدينة حلفة الجديدة عن بكرة أبيها لاستقبال نادي المريخ، لأنه فريق نادي كبير وما فيه كلام. طبعا زيارته للمدينة أحدث زي ما أقول حراك داخل المدينة، حراك في السوق، حراك في المجتمع الرياضي، فكانت الناس كلها متشوقة على السنة طبعا تمشي وتشاهد المريخ اللي هي كان يشاهدون في الشاشات يشاهدون طبعا على أرض الواقع ويكون قدامهم في الملعب. فطبعا ندى فعلا المريخ مباراة قدام أكوبام وهذا حلفة. أكوبام طبعا من الأندية المتقدمة في مدينة في حلفة الجديدة بحكم متابعته لعالم الرياضة، طبعا دائما هو في التوب. فالشوط الأول طبعا أدى أداء زي ما أقوله ما شاء الله قدام المريخ، وكاد أن يصل مرمى المريخ في أكثر من مناسبة يعني. نعم. ولو أنه شاهد طبعا سمعنا المباراة عبر المذياع، لكن هدد مرمى المريخ في أكثر من مناسبة. فالشوط الثاني زي ما أقوله كان شوط المدربين، أو يمكن هنا تسعى خبر الخبرة بين الناديين، أو احتمال انخفض معدل اللياقة بالنسبة لناس أكوبام. وشاهدنا زي ما أقول المريخ يمطر شباك أكوبام برباعية، وأنا ما زي ما أقول عايز أقول مع الرافة، لكن هي رباعية طبعا. نعم. في أوصلت المريخ حقق المطلوب. نعم نعم حقق هي المطلوب. بالمناسبة أنا برجع عليك يعني المباريات دي تخلق نوع من الحراك في الولايات، وتنعش حتى اقتصاديات الولايات، تنتعش الدخل، الجمهور، الزخم الإعلامي، وجود الهلال والمريخ. الهلال تواجد وأحدث يعني شغل جميل، فورمسينو لابس اللبس السوداني زي السوداني. لكن نحن اليوم بخصوص المريخ نتحدث الآن عن المريخ، اللاعبين الذين أحرزوا الأهداف، وبنسمى ماذا تضيف وجود المريخ في مدينة حلفة الجديدة؟
هو الأخ خضر أوفى طبعاً المباراة وغطى جميع جوانبها بغض النظر طبعاً عن الجانب الفني للمباراة. الفريق طبعاً كبير بين الناديين كمستوى فني. زي ما قلت أنت والأخ خضر إنه حراك الجماهيري والاستقبال الجماهير الكبير وذهاب الهلال والمريخ إلى الولايات وتعريفنا بأندية يمكن ما كنا بنعرفين نحن زي أكوباوم وادي حلفة زي الشرطة أبو حمد. ده في يعني بيدي زخم كبير جدا جدا لهذه الأندية وللرياضة ولكرة القدم في هذه المناطق. أعتقد إنه كأس السودان فرصة كبيرة جدا جدا لأنه الأندية دي تتحرك، أندية العاصمة أو أندية الدوري الممتاز تتحرك وتمشي لولايات غير معروفة وتعرف. ما يكون برنامج قومي أصلا الدولة ذاتها تتبنى شغل زي ده، إنه فرق القمة في السودان تطلع للولايات. بالمناسبة الشغل ده ما سهل، الرياضة رسالة إمبراطورية كبيرة جدا جدا، إمبراطورية يعني ربما أكبر من مواكب السياسة ورئاسة الجمهورية طبعاً أكيد وكل شيء. يعني وجود المريخ مثلا في مدينة أو في ولاية، الولاية كلها من أقصاها إلى أدناها بتكون متواجد حيث يتواجد الهلال أو المريخ. هو كما يقال طبعا المريخ والهلال هم أكبر حزبين في السودان. بالضبط كده. السودان منقسم لي نصين، نص أزرق ونص أحمر. فهو طبعا أنا زي عايز أضيف إنه مثلا في بطولة كأس السودان تحديدا يا ريت الاتحاد السوداني يتبنى سياسة زي اللي بتبناه الاتحاد الأسباني لكرة القدم في بطولة كأس الملك. الأندية الكبرى هي التي تمشي تزور الأندية الصغرى في 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 ملاعبها تلعب معها مباريات. شفنا برضو في 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 بطولة كأس إسبانيا أندية صغيرة جدا جدا راح وزاروها برشلونة وريال مدريد وعرفونا بهم، عرفونا بكرتهم وبعض اللاعبين المغمورين كانوا موجودين بيقوا معروفين وانتقلوا لأندية أكبر. نفس الوضع برضو ممكن يحصل في السودان، الهلال والمريخ وأندية الممتاز مبارياتهم في كأس السودان المفروض كلها تكون في الولايات على الأرض. نعم. الأندية الصغرى هذه. كلامك جميل. خضر المريخ تبرع بدخل مباراة كاملا لفريق أكوبام. هذا الخبر يعني لاقى ارتياحا وقبولا يعني طيبا لدى الجمهور الرياضي المريخ المتابع على مستوى العالم وجمهور المريخ المحلي التابع المريخ في مدينة حلفة الجديدة. ومن ثم دايرك تتكلم لي تعرض بعض النقطة دي عن الهلال مباراته مع الشرطة أبو حمد. طبعا بالنسبة لتبرع المريخ دخل مباراة كاملة لنادي أكوبام حلفة طبعا ما أتت من فراغ، يعني وجد حفاء واستقبال زي ما يقولوا منقطع النظير ودي ما دليش مستغرب بالنسبة لأنديتنا في الولايات. طبعا فالمريخ شاب في أنه على أساس زي ما يقولوا يرد أقل الجميل أقل حاجة يردها للجميل لناس أكوبام تنازل لهم عن دخل المباراة لأنه صراحة المباراة حققت دخل يعني خرافي بلغت 5 مليار و500 يعني مبلغ ما سهل جدا. بالنسبة لأكوباما يعني كونه أنه نادي المريخ نادي كبير وتنازل عن الدخل يعني بالنسبة لهم بتعينهم في مصرفاتهم إذا كان عن التزامات مدربين رواتب مدربين أو لاعبين وإلى آخره. نعم فهذا الشيء لازم مستغرب بالنسبة للمريخ، يعني لفتة بارعة جدا من نادي المريخ لأنه يستاهل نظير ما وجده من الاستقبال. في الشغلة الثانية بالنسبة للهلال طبعا وزيارته لمدينة أبو حمد ايضا نفس الشيء دي كان فيها شيء ملفت اخر ثاني اللي هو اخونا مصعب. شفنا نحن في السوشيال ميديا رابطه مشجعين نادي المريخ ترفع لافتات المريخ وترحب بالهلال في ابو حمد، ولو انه الكل عارف انه النديه الموجوده ما بين المريخ وما بين الهلال. لكن ده يدل انما دل على التواصل والمحبه وزي ما قلت انت الرياضه هي اكيد الرياضه طلع للتعصب. نعم يعني ايوه يعني الموضوع انه التعصب الرياضي والرياضة هي رياضة شعبية زي ما قلت يعني هي الرياضة بتصلح ما تعجز عنه السياسة. فكونه إنه يشوف رابط مشجعين نادي المريخ تغيب إلى جنب مع أخوان في رابط مشجعين نادي الهلال هم في استقبال نادي الهلال في مشارف مدينة أبو حمد ده شيء صراحة زي ما أقول يعني يشرح الصدر والله يدل على إنه الرياضة الحمد لله لسه ما زالت بخير. فزي ما قلت برضو من الإيجابيات اللي شاهدناها شفنا جهاز الفني بتاع نادي الهلال بكامل يرتد زي السوداني على سابقة المدرب ديجو غارزيتو أيام كان في 2015 مع المريخ. أيضا ردد للعمامة وهنا نترحم على أخونا هاشم الزبير لأن هي كانت العمامة حقت هاشم الزبير طبعا في إدارة المريخ على رحمة المغفرة. فشفناهم حتى هم أخذوا رحلة نيلية في المراكب الشراعية وبرضو مرتدين زي السوداني. هي دائما يا خضر الحركة الجميل والشغل اللي بيعملوه في الولايات دي الحاجة المطلوبة من كأس السودان، بالرغم إنه البطولة دي اللي بياخد البطولة ما بيمثل في أي بطولة قارية أو أي استحقاق قاري. الهلال عبر طبعا برباعية. نعم. عشان نمشي قدام شوية الهلال عبر برباعية. نعم. أنا دارت بالجانب المحلي يا عاطف لو سمحت لي وامشي لأنه عندنا محاور مهمة على مستوى العالمي والأفريقي. مباشرة سننتقل إلى كبار القوم في القارة الأفريقية بطولة الكبار أندية أبطال أفريقيا. بالأمس قمة على مستوى القارة الأفريقية جرت أحداثها، مباراة أولى في جنوب أفريقيا بين شبيب بين الوداد المغربي وداد الأمة وكايزر شيفز، لكن للأسف ودع وداد الأمة البطولة
بعد انتهت المباراة بالتعادل السلبي. محورنا الأول سنتكلم عن مباراة الأهم لكبير القارة الأفريقية لهذا الفريق، فريق القارة الأهلي المصري. قبل ما نتكلم عن الأهلي خلينا نسمع التغرير ونجي راجعين عشان نتكلم عن المباراة دي. مسيرة ظافرة وواسق الخطوة يمشي ملكا، هذا هو الأهلي القاهري، الأهلي المصري الذي بالأمس أكد علو كعبه على القارة الأفريقية. الفريق يسير نحو النهائي رقم 14 أو 15 أتوقع، وربما اللقب العاشر أصبح بين يديه. ونحن عارفين أن فريق الأهلي فريق بالمناسبة حسب المسيرة الصغيرة اللي تابعتها موجود من حضور المدرب موسمياني الجنوب أفريقي إلى نادي الأهلي القاهري. شو تخيل أنا بتذكر مباراة الوداد الأخيرة مباراة السنة الماضية، وصولا لأنهم أخذوا البطولة من الزمالك وطولا لكأس العالم للأندية. يعني أنا حتى هزيمة بايرن ميونخ 2-1 أنا بعتبره انتصار. أنا شخصيا فريق الأهلي المصري من يخسر 2-1 من فريق كبير زي بايرن ميونخ أنا بعتبره. ثم الفريق البرازيلي جهزم الفريق البرازيلي وحتى فاز بالمركز الثالث. هذا الفريق يا عاطف فريق يعني ليس فريقنا عاديا. كذا حدثنا عن مباراة الأمس والملحون. نعم هي كانت 2-1 ولا 2-0 قدام بايرن ميونخ؟ 2-0 اتوقع. نعم 2-0 ما فاكر النتيجة بالضبط، لكن طبعا مهما كانت النتيجة حتى لو 2-0 قدام بايرن ميونخ 2-0 انا بعتبره ما هزيمة اكيد طبعا. نتيجة نعم. كبيرة جدا جدا. ما افضل فريق في اوروبا كان الموسم الماضي نادي بايرن ميونخ امام افضل فريق في افريقيا وفي تاريخ افريقيا كلها النادي الاهلي المصري يسعى الى اللقب الى النحو العاشره الوصول الى 14 للمباراه النهائيه في تاريخه منذ اول وصول واول فوز بالبطوله في 1982 للنادي الاهلي. يعني في خلال اقل تقريبا من 40 سنه النادي الاهلي حقق 9 بطولات وقريب جدا الان من تحقيق اللقب العاشر. مباراته مع الترجي في اعتقادي انه المباراه فأنا في بالنسبه لي كانت محسومه لصالح النادي الاهلي لانه الاهلي فاز في 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 تونس بهدف، فكان من الصعب جدا وصعب جدا انك تجي تهزم الاهلي في القاهره او انك تعوض هزيمه خسرتها في ملعبك تمشي تعوضها في القاهره، فكان من الصعب جدا. بدات المباراه طبعا كان في ضغط من الترجي في بدايه المباراه، استطاع الترجي انه تحصل على كذا فرصه في بدايه المباراه اضاعها بمهاجمين بالتسرع. واعتقد انا في اعتقادي برضه كان في الدقيقه العاشره ركله جزاء مستحقه للترجي تغاضى عنها الحكم. ونقطة التحول طبعا زي ما كلنا عارفين كان احتساب ركلة الجزاء الأهلي في دقيقة 34، برضو أنا في اعتقادي أنه كانت ركلة الجزاء قاسية شوية حتى لو ركلة الجزاء صحيحة. نعم. في اعتقادي برضو أنه الطرد كان نعم. كان قاسي لأنه أعتقد أنه العقوبة الثلاثية ألغيت لها أكثر من نعم. سنة أنك تحتسب ضربة الجزاء وتطرد اللاعب ألغيت يعني من سنة تقريبا. الحكم أمس رجع للقانون القديم وطارد اللاعب. في انا سمعت الكابتن وائل جمعه في الاستوديو بيقول انه الطرد مستحق لانه العقوبه الثلاثيه تلغى في حاله انه كان اللاعب الذي ارتكب ركله الجزاء غير متعمد او انه كان في اشتراك مع اللاعب المهاجم في الكره. لكن المدافع التونسي تقريبا شيتي هو كان اعتقد انه كان متعمد انه يعرق اللاعب النادي الاهلي من الخلف بتمثيله انه وقع من خلفه واخذ رجله طبعا معه وعطلوا عن الوصول للكره. ايا كان هي كانت دي نقطه التحول في المباراه وبحراز الهدف من ركله الجزاء من معلول تقريبا انتهت المباراه. تمام. وفعلا في الشوط الثاني في الربع ساعه الاولى الاهلي اضاف هدفين وامن النتيجه، استطاع انه يعبر للمباراه النهائيه بكل ما كان في اي معاناه ابدا ابدا تماما يعني لانه حسم. والفريق الاهلي فريق لا يعني لا يركن للصدف، بيشتغل باحترافيه من الاعداد النفسي من اعداد جوده اللاعب. انا دار اتكلم عن التوليفه بتاعه الاهلي المصري. تخيل حارس بقيمه الشناوي، الخبره والقيمه الفنيه الكبيره لحارس مثل الشناوي، ثم في خط شوف بدري بنون كل اللعيبه التوليفه. الاهلي القاهري انا لو قلت لك طلع لي نقاط ضعف حاليا انا ما اقدر اطلع لك، فاقول لك في النقطه حتى الفلانيه في يعني ضعف في فريق الاهلي ما شاء الله عليه الفريق. تتذكر يا خضر لما بدا مع المريخ السوداني مباراه لم يرشح احد الاهلي القاهري انه سيصل لنهايه البطوله وربما يكون المرشح الابرز يوم الليله للنيل اللقب. خضر انت تابعت المباراه بعين يعني
متابع ورجل يعني رياضي وله باع طويل في التحليل والرؤية الفنية. نعم كلامك صحيح يا أخ مصعب. زي ما قلت أنت لما أجرت قرعة دور أبطال أفريقيا فالكل كان مرشح أنه مثلا يصل نهائي الفاينل في أبطال أفريقيا اللي هو تحديد المجموعة اللي كان فيها الهلال وميلود صن داونز الجنوب أفريقي. لكن الأهلي لما وصل للنهائي وصل بخبرة السنين لأنه يمتلك ثقافة النهايات، فريق يعني أصلا زي ما أقول مشبع بالبطولات. شفناه الآن السنة الفاتت وكان بطل أبطال أفريقيا، فهو في نعم لما انتصر على المريخ كان 3-0. نعم. كانت الأهداف أتت في الشوط الثاني. الشوط الأول المريخ لعب كان شوط ممتاز جدا، استطاع أنه في الشوط الثاني بالخبرة وبالثقافة أنه يفوز على المريخ 3-0. والأهلي يتصاعد تدريجيا مع المنافسة، يعني بالزبط. من المباراة الأولى شفنا أهلي مختلف عن المباراة الثانية، الأهلي مختلف تماما مباراة الأمس. والمعدل اللياقي برضه المعدل اللياقي هو برضه عالي جدا عند الأهلي. نعم فعلا عاطف. بعدين هو الأهلي طبعا أصلا هو زي ما ذكر مصعب منظومة مكتملة من كل شيء، من تسويق، من إعداد نفسي، من كل يعني مكتمل الكمال لله وحده. يعني حتى الأهلي ده أنا شاهدناه لما قبل ما يخش المعترك بتاع مجموعات أبطال أفريقيا لما هو جاي من كأس العالم للأندية كان فاقد أفضل لاعب في الطرف اليسار اللي هو التونس علي معلول. علي معلول نعم. فحتى فقد خدماته في أبطال أفريقيا لكن ما تأثر. ليه؟ لأنه كان البديل موجود. فالأهلي دائما طبعا فعلا زي ما أقول ولاد محراس المرمى، من الدفاع، من الوسط، من وإلى حتى الانتدابات اللي جيبوها مثلا المحترفين بتضيف للفريق. نعم. ما بتخصم للفريق، بالعكس بتضيف للفريق. إضافة لكده الأهلي بتمتع زي ما أقول بجهاز فني على مستوى اللي هو بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي. يعني مدرب له كاريزما وله شخصية وله خبرة في المعارك الأفريقية، والاستقرار الفني برضو له أثر كبير يعني أدوه الصغة. يعني أنا شخصيا لما الأهلي تعاقد مع بيتسو موسيماني أنا استغربت أنه يعني الأهلي دائما عودنا بجيب من أوروبا، بجيب من البرتغال، من وإلى، فكيف أنه اختار مدرب من القارة الأفريقية؟ لكن لما جاء يعني زي ما أقول ما خيب ظن الأهلي، أخذ معهم كأس السوبر، أخذ معهم أبطال أفريقيا، أخذ معهم الدوري. الآن هو في الموسم ده طبعا ماشي معهم الآن بلغ النهائي، وغاب غسينه أدنى أنه حياخذ البطولة حتكون العاشرة. يعني حتشوف اللاعبين يا مصعب لما في كل إحراساته بيشيروا بالعشرة، ده دليل على أنه عنده همية وعود لجمهور أنه حنأخذ لكم البطولة العاشرة. فالأهلي فريق كبير، يعني لو ياخذ أبطال أفريقيا ما طبعا ما مستغرب شيء، متوقع جدا، وحيمثل كالعادة أفريقيا في كأس العالم للأندية المرة الثانية على التوالي، حيكون بطل أفريقيا المرة الثانية على التوالي. نعم. وده حيأهله برضو لعب كأس السوبر الأفريقي واحتمال يأخذ مرة ثانية على التوالي. الأهلي طبعا فريق بطولات وما يشبع يعني صراحة من البطولات، يعني فريق الأهلي. نعم. زي ما ذكر الكوتش طبعا عاطف من 1982 أول بطولة لحد الآن خلال 40 سنة 9 بطولات، يعني شيء ما سهل يعني بالنسبة للأهلي. يعني طيب عاطف، اللاعبين يصنعون الفرق في الأهلي. لاعب زي محمد مجدي أفشة، هذا اللاعب أنا أعتبره من ربما من أميز اللاعبين الموجودين على مستوى القارة الأفريقية، إن لم يكن أميزهم على الإطلاق. هل توافقون الرأي في هذا الكلام؟ أكيد طبعا. مجد قفشة من أميز اللاعبين، أميز المهاجمين اللي مروا على النادي الأهلي في 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 تاريخه. لاعب بيصنع الفرق، بيغير نتيجة المباراة في أي لحظة. وجوده في الملعب جدا مهم. يمكن أنت بتشوفه أغلب الوقت يمكن ما بيكون تأثيره واضح جدا على اللعب الهجومي، لكن هو لاعب يعرف كيف يستغل الفرص في الوقت المناسب، يعرف بيجيب وين، يعرف كيف يمرر في الوقت المناسب، كيف يستغل الفرصة، كيف يتواجد داخل منطقة الجزاء في المكان المناسب في الوقت المناسب. فمش طبعا مجدي قفشة ده واحد من مجموعة الأرماد الموجودة في في في, في النادي الأهلي اللي كلها بتلعب بالنظام باستراتيجية معينة بأسلوب معين. مجدي قفشة طبعا هو جزء من المنظومة دي. أعتقد إنه كان لو في أي لاعب تاني في محل مجدي قفشة برضه حيأدي نفس الدور، لأنه النادي الأهلي بصراحة ماشي بمنظومة معينة وأسلوب معين وبتكتيك معين. زي ما قال الخضر، المحترفين اللي بيجيبوهم، المدربين، نعم نقول كلهم ما شاء الله نحن، أيوة ما شاء الله، يعني منظومة كاملة. يا ريت نحن نستفيد من النادي الأهلي. بالتأكيد التجربة بتاعت الأهلي المصري جديرة، إنها جديرة للدول العربية كلها، بالأخص نحن جيران يعني في السودان. لو نقلوا التجربة بتاعت الأهلي المصري يعني تجربة متكاملة شاملة. الكرة عندما يعني تدرس وتكون منهج واشتغلوا وفق استراتيجية ومنهجية، الناس بتصل وبتحقق بطولات. صح. الناس ماشيين البطولة العاشرة ونحن يوم الليلة عاملين يعني زي ما بيقولوا الليلة على بطولة واحدة حققها المريخ سنة 89. نعم. وصول الهلال، بنتغنى ببطولة 89 وبنتغنى بوصول الهلال، وصول الأبطال أفريقيا مرتين الفاينل فاينل ضد الأهلي و92 ضد بالنظام القديم. الهلال وصل بالنظام القديم فعلا، يعني الشهادة زي ما قلت عاطف. الأندية مشت أضرب أقرب مثال شرق وسط أفريقيا عندنا تنزانيا. نعم. الآن شفنا سيمبا ما شاء الله، سيمبا كامل الحصان الأسود كان في البطولة دي، والآن دليل على أنه تقدموا. الآن الاتحاد الأفريقي منحهم زي السودان 4 مراكز
اثنين في الابطال واثنين في الكونفدراليه. نعم. فالناس زي ما يقولوا اشتغلوا اثيوبيا اشتغلت والله كل الناس شغالين يا خضر الا نحن بس العشوائيه احنا ضاربنا احنا المشاكل مشاكل اداريه والله طيب وتصفيه الحسابات هي اضرت بالكره السودانيه المباراه عشان نحن ما نطلع من الاطار كثير. نعم. كايزر شيفز الجنوب افريقي بالامس يعني عبر استطاع ان يصل للنهائي وحيلاقي الاهلي في الدار البيضاء في المغرب. يتوقع المباراة قبل عيد الأضحى بثلاث أيام. أي نعم يوم 17. 17 يوم يوليو. 17 يوليو المباراة مهمة نهائي الأفريقي الكبار. كايزر شيفز أمس الجنوب أفريقيا يا خضر لو لاحظت فريق يمتلك حارس مرمى مميز جدا جدا وخط دفاع صخر يعني صح. أقول لك يعني خط بلوك يعني صخرة صح. مستحيل العبور يعني في الأمس لاحظت هذا الكلام فعلا. فكايزر شيف برضو كان زي ما أقول الحصان الأسود في البطولة دي والله يا مصعب. فالكل شاهد بطولة أبطال أفريقيا كان برشح إنه من جنوب أفريقيا اللي هو يكون ميلود الصنداونز زي جنوب أفريقيا لما يتمتع لهم من يعني إمكانيات من محترفين حتى رئيس النادي تبوأ منصب رئيس الاتحاد الأفريقي. فما في حد كان متوقع كايزر شيف لكن كايزر شيف فرض نفسه. نعم. وانا شاهدته يعني تخيل مصعب كايزر شيف ده في المجموعات كان غاب غوسين وادنى عاطف من الخروج ولعب قدامين حريه كوناكري. انا شاهدت المباراه شخصيا. نعم. لعبوا بتكتيك يعني كان غاب غوسين وادنى من الخروج من المجموعات كان اللي رافق الوداد مفروض حريه كوناكري الغيني. نعم. فهم احرزوا الهدف في غينيا لانه كانوا متقدمين في بحكم المواجهات المباشره. نعم. فلما احرزوا هدف في غينيا دل اهلهم عقب ما احرزوا الهدف يعني شوفنا زي ما قال مصعب سيغان صفرة كده موجود على خط 18 زي ما تقول له كبيت مويه ما بتمر ولو انه خشوا كان بمدرب يعني انا شاهدته بس في مباراه الامس بمدرب جديد حتى كان على المدرجات يعني انا ما اعرف مدربنا كان مواصل معاهم يمكن في ظروف او شيء ما اعرف لكن امس بمدرب جديد حتى كان بوجه من المدرجات لكن صراحه كايزر شيف اعتقد موقوف المدرب لا ده تقريبا مدرب جديد يا عاطف اتوقع مدرب جديد اي نعم. نعم فكايزر شيف صراحه بجد في مستويات وانا اخاف ان احنا كعرب والله بنتمنى الاهلي يفوز بالبطوله العاشره لكن انا اخاف كايزر شيف يعمل زي ما اقول المفاجاه ويضيف الاهلي للضحايا اشتغل شغل تكتيك عالي زي ما اشتغل قدام ايوه يضيف الاهلي للضحايا زي ما اضاف الوداد يعني من كان يتوقع الوداد انه يطلع على يد كايزر شيف لكن الوداد فرط لانه خسر في الدار البيضاء 1-0 للاسف يعني والله ان شاء الله نتمنى صح. انه الاهلي يحقق خاصة العاشره خاصه هي تغاف في الاراضي العربيه يعني نعم. في المغرب يعني النهاية. العاشره باذن الله. نعم. وحننتقل للبطوله الثانيه في افريقيا مباشره مع الزضيف مثلا انه كايزر شيف فعلا هو مستواه مزبزي وزي ما قال خضر قرب يطلع من دور المجموعات وايضا كايزر شيف برضه في دور الثمانيه قرب يطلع امام سيمبا رغم انه فاز في المباراه الاولى في جنوب افريقيا 4-0 بالضبط لانه عانى معاناه كبيره جدا في تنزانيا وخسر 3-0 والتنزانيين يمكن ضيعوا حوالي 15 هدف صحيح بالضبط كده مباراه غريبه المباراه تابعتها انا أيوه شخصيا مباراه كانت غريبه أيوه. وسيمبا كان قاب قوسين يعني حتى في اخر الدقائق ضيعوا فرصه المفروض ما تضيع ضيع فرص كثير من بالضبط. اول دقيقه لحد اخرهم دقيقه ضيعوا حتى الجميع اخذ انطباع انه كايزر شيف حيكون لقمه سائغه للوداد قالوا له بختك يا كايزر شيف ودي احتمال اللي طلع فيها الوداد يعني سيمبا صعب كلام صح حصل العكس يمكن دي النتيجه هي اللي تخضع عليها الوداد ونام على العسل زي ما بالضبط وان شاء الله نحن حنتابع المباراه النهائيه في الدار البيضاء من المغرب قبل عيد الأضحى المبارك إن شاء الله نتمنى أن الأهلي القاهري يظفر بالبطولة ويفرح القاعدة الجماهيرية العربية والمصرية المشجعة للأهلي. طيب عاطف حننتقل للبطولة الثانية في أفريقيا مباراة الأولى حنتكلم عنها بيراميدز المصري أمام الرجاء البيضاوي المباراة انتهت في القاهرة أو في مصر مباراة بالتعادل 0-0 ومواجهة حتمية ونارية وكسر عظام اليوم الساعة 10:00 كيف ترى هذه المباراة؟ في اعتقادي برضو إنه الرجاء أقرب للتأهل الفريقين كانوا في مع بعض في مجموعة واحدة برضو فاز الرجاء على البيراميدز ذهابا إيابا فاز في مصر 3-0 وكرر فوزه أيضا في المغرب 2-0 والرجاء في المجموعة اللي فيها لعب 6 مباريات فاز في كل المباريات نعم خسر سجل 13 هدف وما دخل مرمى اي هدف بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة وحتى الان شباكه نظيفة في البطولة ما اهتزت مباراته الاخيرة امام بيراميدز انتهى 0-0 اتوقع انه ما على الورق صعوبة. على الورق انه الرجاء خلاص ممكن عبر يعني. اعتقد انه الرجاء هو الاقرب للتاهل للمباراه النهائيه نعم. من اهدافه اعتقد من هدافين الفريق عنده مهاجمين بين مالانجو وسفيان رحيمي بين مالانجو مسجل 5 اهداف سفيان رحيمي مسجل 4 اهداف في فريق في بيراميدز برضو نلقى ابراهيم عادل هداف الفريق مسجل برضو 4 اهداف
فأتوقع المباراة يمكن ما تزيد عن هدف أو هدفين ما أكثر من كده. يعني في النهاية والرجاح يكون أعتقد أنه أقرب للتأهل. أقرب. طيب خضر، هذه المباراة والمسمى مباراة شبيبة القبائل وكوتون سبورت الكاميروني. نعم. طيب بالنسبة للرجاء طبعا أول نسر الأخضر زي ما يحلو لعشاقه طبعا أول حاجة هو كان المفاجأة الكبرى أنه ودع من دوري 32 على تونغيت السنغالي. نعم. دي كان كبرى المفاجآت، فلما ودع الرجاء زي ما أقول فجرت براكين الغضب كان في النادي الأخضر. فشاهدنا ثورة بتاعت تغيير مدربين، شاهدنا جمال السلامي يمشي ويجي يقدم استغالته كل مرة برجعوه، فشاهدنا قبله المدرب اللي مشى، ففي النهاية استغروا على جمال السلامي لحد الآن ما وصل قدام بيراميدز. الآن هم بخوضوا بمدرب جديد اللي هو الأسعد الشاذلي، هو مدرب جديد. نعم الرجاء عايز زي ما أقوله ربكة بتاعت عدم استقرار فني، لكن ما زال زي ما قال عاطف بقدم في مستويات، وشاهدناه دليل على ذلك لما خش المجموعات الكونفدرالية تأهل بالعلامة الكاملة، وخاصة بيراميدز ده كان معاه في المجموعة يعني أخذ من 6 نقاط رايح جاي، إضافة لتامنجو التنزاني والفريق الزامبي. فقدم مستويات زي ما أقول، وجه رسالة لكل فرق المجموعة إنه الرجاء غادر وقادر إنه يعوض بطولة أبطال أفريقيا بالكونفدرالية. طبعاً فريق ما فيه أي كلام، فمباراة اليوم هي تكفيه مثلاً، هي طبعاً تعادل الإيجابي هتبعده، لكن هو توقع هيكون خطف حساباته التعادل الإيجابي هيبعده، وهيعمل ألف حساب هيخش بموضوع إنه هيفوز، وده شيء متوقع يعني. لا 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 بديل إلا الفوز. إلا الفوز نعم بالضبط، واحتمال ده يركن لها فريق البيراميدز. المباراة الثانية طبعا الشبيبة اللي هي مع طبعا كوتر سبورت الكامروني، طبعا الشبيبة أو الكناري طبعا قدموا مستوى جيد جدا في المباراة الأولى في ياوندي أو في مدينة غارو الكامرونية، استطاع أن يفوز 2-1، وطبعا بوجود مدرب كان عمل في السودان اللي هو الفرنسي دينيس لافاني. لافاني نعم، نعم الهلال السوداني، درب الهلال يعني فريق، يعني فريق الكناري حصل المريخ لعب معه قبل 3 سنوات في تمهيد أبطال أفريقيا وشاهدناه طبعا. فهو طبعا فريق الشبيبة كمان لو ركن على مباراة الذهاب أتوقع يمكن يدخل نفسه في مشاكل أو في متاهات، لأنه فريق الوط ما عنده شيء تاني عشان يدافع. طيب يا خضر، نعم. اختبار لمعلوماتك، المريخ لما لعب مع كوتون سبورت مين كان مدرب الفريق في قبل 3؟ أنت قصدك الشبيبة؟ الشبيبة قصدي، الشبيبة مين كان مدربهم؟ اللي هو فيلود كان. فيلود اللي هو مدرب المنتخب السوداني الحالي. بالضبط يعني حتى شاهدنا له. ما شاء الله عليك يا خضر. شاهدنا له طبعاً السيميليشن أو التمثيلية الشهيرة لما. نعم نعم. عمل ضربة جزاء مع بكر المدينة فوقع على اللاين كان يعني فيلود نعم. فهم أتوا طبعاً بمدربين في نهاية استغربوا بهم إنه يكون المدرب دينيس لافان اللي هو الفرنسي وماشي معاهم مشوار. الآن هم طبعاً عندهم نتيجة في جيبهم، هم فازوا ذهاباً 2-1. أنا شاهدت اليوم في البي إن صراحةً استقبال كان خرافي جداً في تمرين مباراة الأمس من أنصار نادي طبعاً شبيبة الغبائل، وشبيبة الغبائل متأكد اليوم حيمطر شباك كوتنسبورغ بأهداف كثيرة أكيد يعني. هم فائزين خارج الديار. حنتمنى بإذن الله تعالى نهاية الكونفدرالية حيكون عربياً شمال أفريقيا بالتحديد. الرجاء والشبيبة. أول شبيبة أو بيراميدز نعم. نعم. شمال أفريقيا. طيب عاطف عندك إضافة في الكونفدرالية؟ أنا عايز أقول بالنسبة للرجاء لما خرج من دوري الأبطال على يد تونغيث السنغالي. نعم. أعتقد إن المباراة دي كانت تلعبت في عبارة عن ملعب واحد. نعم. من واحد. والرجاء كان مطالب بهدف واحد فقط. فالفريقين ما قدروا يلعبوا نهائي طبعاً. الكرة ما كانت بتتحرك. ايوه في اللعب العشوائي كان في صالح فريق السنغالي طبعا. نعم. كان تونغيت السنغال نعم. شبيبة القبائل برضه كان مع القطن برضه في مجموعة واحدة نفس الوضع بالنسبة للرجاء وبيراميدز، وبرضه شبيبة القبائل فاز على القطن سبور ذهابا وإيابا برضه. نعم. فاز 1-0 في الجزائر وفاز 2-1 في الكاميرون. نعم. جاء وكرر فوزه ثاني بعد ما تخطى دور الثمانية على حساب الصفاقس التونسي، برضه تأهل حاليا، برضه فاز كرر فوزه المرة الثالثة على كوتون سبور. فأعتقد إنه الفارق الفني بين الفريقين كبير جدا. نعم. فأعتقد إنه شبيبة القبائل أوردي في النهاية بإذن الله إن شاء الله. النهاية عربي كونفدرالية، والنهاية إن شاء الله بطولة أبطال أفريقيا للأهلي المصري برضه في الأبطال. طيب سنطوي الملف وننتقل مباشرة إلى القارة العجوز أوروبا يورو 2020. بالأمس مباريات قوية، الدنمارك عبرت ويلز بسهولة برباعية، كيف رأيت هذه المباراة؟ والله يا مصعب هي زي ما قلت الدنمارك خلينا نقول تأهلت من الباب الضيق يعني. تخيل الدنمارك في الدور الأول أول مباراة لهم قدام فنلندا خسرت 1-0 الأحداث اللي واكبتها اللي هي إصابة اللاعب إريكسون كريستيان إريكسون. فكان يعني توقع إنه الكل يعني تعاطفه مع اللاعب بتأثروا، لكن قدروا يجتازوا في المباراة الثانية. نعم المباراة الثانية برضو خسروا من بلجيكا، ولو إنه كانوا متقدمين على بلجيكا، بلجيكا قلبت عليهم الطاولة 2-1. نعم. جاء المباراة الأخيرة قدام روسيا، فكانت هي على الورق الدنمارك خارج الحسابات. تزيلت المجموعة بدون رصيد، فزي ما أقول عملت رومانتادا، فازت على روسيا 4. نعم. دي كان أفادتهم جدا وخلتهم من الأهل برغبة المنتخب البلجيكي وفي المركز الثاني. نعم. في دور 16 طبعا بالأمس زي ما قلت واجهوا منتخب ويلز. طبعا الفوارق كبيرة، منتخب ويلز طبعا هو برضو قدم اللي عنده في الدور الأول على حساب سويسرا وعلى حساب تركيا،
وبالامس طبعا كان طبيعي انه يخسر من قدام الدنمارك وبهزيمه كبيره جدا رباعيه، لانه فريق المنتخب الدنماركي يعني ما شاء الله بيمتلك لعيبه على مستوى طيب حراسه مرمى طبعا جميل موجود. فهم طبعا امس استطاعوا الفوز 4-0، وكانه بوجهوا رساله لكريستيان إريكسون باذن الله اننا حنعوض لك المباراه اللي فاتت، ويمكن عندهم طموح ياخذ البطوله زي ما اقول اقل واجب اهداء لكريستيان إريكسون يعني. نعم، روح إريكسون اللاعب الذي وقع يعني العالم كله تابع الاحداث، هذا ربما صنع روح الدنمارك بالامس، واستطاعوا ان يمطروا شباك ويلز برباعيه رغم صمود ويلز في معظم مجريات المباراه. انا بصراحه من قبل بدايه البطوله كنت متوقع انه الدنمارك هي تبقى الحصان الاسود في البطوله. الدنمارك شفناها في تصفيات كاس العالم مصدر مجموعتها بالعلامه الكامله، ثلاثه مباريات ثلاثه فوز، وبتقدم اداء ممتاز جدا جدا. فعلا الدنمارك تاثرت في المباراه الاولى باصابه إريكسون، وتاثرت نفسيا وخسرت قدام فنلندا اللي هي اول مره تتاهل لليورو، وكان الهدف اللي سجلته في مرمى الدنمارك فنلندا كان اول هدف لها في تاريخها في منافسات اليورو. يعني خسرت من فريق مغمور، كانت خساره غير متوقعه ابدا. في المباراه الثانيه طبعا كانت بلجيكا اقوى وخسرت من بلجيكا بهدفين مقابل هدف. جات في المباراه بلجيكا طبعا مصنفه الاول على مستوى العالم. في المباراه الثالثه طبعا كانت مباراه تكون اول ان اكون، وفازت الدنمارك على روسيا 4-1 وتاهلت بمعجزه بثلاثه نقاط. وهي طبعا بلجيكا هي كانت مصدره مجموعه 9 نقاط، كل الفرق اللي بعدها كانوا 3-3-3 نقاط وتاهلوا بفارق المواجهات المباشره. امس كان يوم 26 يونيو، هو نفس تاريخ اللي فازت به الدنمارك في 92 بالبطوله، بطوله اوروبا في 92 مفاجاه لما دخلت الدنمارك بديله اللي هي يوغوسلافيا السابقه، دخلت على عجله في البطوله الدنمارك. يعني نتذكر كانوا جابوا اللاعبين من كانوا في اجازه، كانوا على الشواطئ لموهم بالتليفونات تعالوا يا جماعه بسرعه عندنا بطوله دارين نلعبها، ودخلوا البطوله قالوا كلها ثلاثه مباريات وكل واحد يرجع يصيف ثاني، فرجعوا واخذوا البطوله. سبحان الله، فالدنمارك غالبا اعتقد انها حتقابل الفائز من هولندا وتشيك. الدنمارك ايوه حتقابل الفائز من هولندا وتشيك الليله اتوقع. انا شخصيا ما مستحضر. ايوه هولندا وتشيك، من هولندا وتشيك. هولندا وتشيك برضو يعني اعتقد الطريقه ما حيكون صعب لنصف النهائي، حتى لو جات هولندا هولندا ما حتكون صعبه برضو على الدنمارك. انا عشان نمشي لقدام، ايطاليا عانت معاناه بشق الانفس، الطريان ديل امس زي ما بقول نحن السودانيين نفسهم قام عشان يفوزوا على النمسا. المنتخب النمساوي قدم مباراة ملحمية ولكنهم في النهاية خسروا أمام واقعية الطليان. خضر، النمسا طبعا فعلا هي كمان حققت مفاجآت، يعني يمكن أول مرة أهل دور 16 دفع حد نفس في حد ذاته إعجاز يعني أو إنجاز بالنسبة لهم، وده كان طبعا تقريبا خلاص كأعلى سقف بالنسبة لهم لأنه وصل حدهم. أما إيطاليا طبعا هي كانت المرشحة، وإيطاليا يمكن بمباراة الأمس عاطف مصعب عاطف وصلت المباراة رغم 31 ولم تتعرض لأي خسارة زي ما ذكر أخونا أمس يعني عاطف في الجروب. نعم، انه حتى ما استقبلت كمان هدف بغض النظر عن انها تخسر، يعني كان ده انجاز بالنسبه لهم. لكن للاسف استقبلوا هدف في نهايه، استقبلوا هدف، ده اول هدف استقبلوه. نعم، يعني بعد 6 شهور من شباكهم كان زي ما يقول عذراء او كانت صايمه. طبعا منتخب ايطاليا منتخب مرشح زيه زي بلجيكا، وتاهل بالعلامه الكامله لانه بتمتع باستقرار فني بقياده المدرب طبعا اللي هو روبرتي مانشيني، مدرب ما فيه اي كلام. فبالامس زي ما قلت النمسا دخلتهم في تجربه، ولو انها النمسا كمان تقدمت بهدف لكن تقنيه الفار كانت موجوده ورقدوا الهدف. نعم بالضبط، لكن المباراه تمددت وزي ما اقول كان الكل على اعصابه والمشجعين والجماهير كل حاجه. في النهايه كانت الغلب المنتخب الايطالي، المنتخب الازوري استطاع انه يفوز 2-1 ويمشي قدما لقدام لانه هو برضه من المرشحين بالتاكيد مرشح فوق العاده. المنتخب الايطالي بواقعيته بقوه الهجوم بجوده اللاعبين الموجودين، ربما الانتقال لملعب ويمبلي في لندن كان له تاثير يا عاطف، اللي هو انه مبارياتهم الاولى لعبوها في روما. في 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 روما. في روما. فانت لما تنتقل لملعب كبير وجمهور مختلف وعشب مختلف فبيكون في له تاثير، هل تعتقد انه اثر؟ والله هو امبارح حتى الاعلام الايطالي والصحافه الايطاليه قبل المباراه كانوا بينتقدوا ملعب ويمبلي. نعم، بينتقدوا التنظيم بتاع الانجليز، رغم انه المباراه كانت يعني كانها مقامه في ايطاليا. نعم، بالحضور الجماهيري الكبير للطليان داخل الملعب ومؤازرتهم للمنتخب الايطالي. بصراحه امبارح المنتخب النمساوي دخلنا في زنقه شديده. انا ايطالي طبعا، مش جاي طليان الازوري. نعم، هي انا المرشح الاول بالنسبه لي هي ايطاليا، لانه ايطاليا زي ما قال خضر لعبت 31 مباراه من غير خساره، فازت من 31 مباراه فازت في 26 مباراه. نعم، 12 منها متتاليه، اخر 12 مباراه كلها فوز. ربما هذا اكبر انجاز يمكن أكبر فريق اوروبي او عالمي على مستوى العالم. على مستوى العالم تقريبا يمكن،
في اعتقد في المنتخبات عندها ارقام قياس اكثر من كده في عدم الخساره، لكن الفوز المتتالي 12 نعم. مباراه متتاليه من غير خساره و11 مباراه متتاليه من غير ما يدخل مرماها اي هدف نعم. كان نعم. كان اخر هدف دخل في مرمى ايطاليا في الدوري الاوروبي العام الماضي، العام الماضي في اكتوبر كان اعتقد من امام هولندا من فان دي بيك فان دي بيك كان اخر هدف دخل مرمى 8 شهور ما دخل نعم. مرماه في 11 مباراه، امبارح كانت المباراه 12 سجلوا 83 هدف دخل مرمى 8 اهداف بس بين الهدف تخيل بين الهدف السابع والثامن 8 شهور كان كاملة عندهم 23 كلين شيت نعم. فإيطاليا أعتقد أن إيطاليا هي المرشح الأكبر في البطولة دي. النمسا مبارح كانت شجاعة جدا، مدربها نجح أنه يقود إيطاليا إلى الشوط الثاني من غير ما تهتز شباكه في الشوط الأول. الشوط الثاني النمسا بقت أكثر شجاعة وأكثر جرأة وأكثر إقدام وأكثر هجوم على المرمى، ووصلت كذا مره في لمرمى ايطاليا. اعتقد انه دفاع ايطاليا امبارح كان شويه مهزوز او ما كان مستقر بسبب غياب في طريق في طريقه مين في البطوله حتلاقي ايطاليا حتلاقي فايز من بلجيكا والبرتغال ورا صعبه دي تكون جدا صعبه حقيقه كسر العظام نعم بالتاكيد. وانا ارشح الفايز من المباراه دي انا شخصيا انه حيصل الفاينل أيه. بلغهم انه حيلاقي فرنسا في نصف النهائي نعم. لو وصلت فرنسا اذا عبرت اذا مشت أيه. طيب نجري مباراه اليوم الان تجرى مباراه هولندا ومباراه تشيك. نتمنى من الكنترول انه يدينا النتيجه. الان احداث المباراه الهولنديين على الورق وبما هم الاقرب يا خضر الهولنديين هم برضه نفس الشيء تاهلوا طبعا بالعلامه الكامله 9 نقاط نعم، وتمتع طبعا برضه هم بمدير فني اللي هو فرانك ديبور، فما فيه كلام عنده اللعيبه برضه على مستوى زي ديباي، وعندهم اللاعب جورجينو فولديم فلاعب باريس سان جيرمان الجديد. فالمنتخب الهولندي دائما مصعب عود الناس بيلعب كره جماعيه بس دائما بخونه طبعا شنو بخونه الحظ في النهايات طواحين نعم طواحين نعم. نعم بيقدم مباريات ممتع بيمتع الجمهور لكن دائما الحظ بكله هنا. شاهدناهم في كان كاس العالم 2010 لما كانت غيمة في جنوب افريقيا انه كيف صاروا من المنتخب الاسباني قدروا يزيلوا المنتخب الاسباني يعني قدروا يقدموا مباريات كبيره، لكن لما يصل دائما مراحل متقدمه خاصه الفاينل او السيمي فاينل فبودع. فمنتخب هولندا من المنتخبات او من مشهور بالطواحين طبعا من المنتخبات اللي بيقدم مباراه ممتع يستمتع بها الجمهور. فمباراة هولندا والشيك فأنا شبغته الأقرب هي للطواحين الهولندية. طيب أنا عشان أخذر أصدمك المباراة دقيقة 81 الشيك متقدمة بهدفين الله. بدون مقابل ولا؟ بدون مقابل نعم إذا نقول مبروك للشيك مقدمة نعم. أتوقع الهولنديين ربما كثيرون تحدثوا قبل المباراة إنه هولندا يعني أصبحت لا تسر حتى أصحاب المدرسة عشاق المدرسة الهولندية الطواحين يعني في إذا فريق يتأثر بفقد لاعبين بالرغم انه زخم من النجوم وكميه كبيره يا عاطف. اي هولندا طبعا عندها لقب واحد في البطوله سنه 88 لما كان عندها مجموعه النجوم الكبيره ناس رونالد كومان وفان باستين رود خوليت كانت مجموعه من النجوم يعني هولندا هي الاقوى منتخب في العالم ما فاز بكاس العالم. جميل انا دارك تتكلم لي عن مباراه الليل الساعه او مباراه الساعه 10 او المباراه اللي بعد مباراة قوية جدا جدا ومنتظرة من الجمهور العالمي بين المنتخب البلجيكي والبرتغالي المصنف الأول عالميا ومنتخب البرتغال الدون وإخوانه. مباراة صعبة التكهن بنتيجتها لكن كيف تراها؟ هي مباراة صعبة طبعا التكهن بها جدا جدا، مباراة بين منتخبين قويين جدا، البرتغال حامل اللقب حامل لقب اليورو وحامل لقب الدوري الأوروبي كذلك يعني هو المنتخب الأول على مستوى أوروبا في البطولات الحقيقة. منتخب بلجيكا طبعا هو منتخب حتى الآن ما عنده أي بطولة عالمية لا كأس عالم ولا يورو، لكن يطمح بالمجموعة اللي معاه من اللاعبين ديل إنه يحقق أول لقب له. يمكن عدى من كأس العالم الفاتت كان ممكن يفوز بكأس العالم لأنه تعثر في اللحظات الأخيرة أمام منتخب فرنسا في نصف النهائي وخرج. فدي بطولة دي يمكن حتكون الأخيرة أو قبل الأخيرة قبل كأس العالم في إنهم يحققوا لقب قاري كبير للمنتخب البلجيكي. منتخب البرتغال طبعا من غني عن التعريف. جميل. طيب خضر مباراة قوية منتظرة طبعا بلجيكي فعلا زي ما ذكر عاطف بلجيكي والبرتغال. البرتغال هي كان آخر بطل وبلجيكي هي ما زالت محافظة على تصنيف الدول كأفضل منتخب في العالم لحد الآن ومن المنتخبات المرشحة جدا تضم في صفوف بطل لاعبة على مستوى هازارد روميلو لوكاكو دي بروين لعيب على مستوى ممكن نعم. يعني دي الفرصة الوحيدة الممكن يحقق فيها الطموح والأحلام للشعب البلجيكي يعني ده أقل حاجة زي ما ذكر الكابتن عاطف أنه في 2018 كأس العالم ودعوا من السيمي فاينل ضد فرنسا وبصعوبة يعني. فهي مباراة زي ما قلت تكسير عظام زي ما ذكرتها مصعب مباراة هنا، لكن أنا أرشح على الورق
بلجيكا، لانه البرتغال حتى لما تاهلت افضل التوارث يعني تبعت المانيا. ما تنسى اخذ البرتغال البطوله اللي فاتت 2016 تاهلت افضل توارث بثلاث تعادلات واخذت البطوله. بس هي الايجابيه الوحيده اللي هي عاطف لما يقابلوا مثلا ايطاليا اذا كانت بلجيكي او البرتغال، خاصه بلجيكا اذا قابلت ايطاليا في الدور الثاني دور الثمانيه. طيب جميل الكلام 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 يا شباب، الكلام ما حيخلص طبعا. وعندنا كلام كثير في اليورو 2020، وكنا عندنا محور اخير عن البرازيل اليوم الساعه 12 الساعة، يعني مباراة قوية منتظرة مع الإكوادور إخوان نيمار. لكن للأسف نحن وصلنا إلى نهاية الحلقة بهذا التحليل وهذا الكلام الجميل يا خضر، شكرا جزيلا كنت ضيفا عزيزا في حلقة اليوم. يعطيك العافية. تسلم ولي الشرف والله مرة ثانية أكون بوجود الغامة الأستاذ عاطف بركي. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى نكون قدمنا حلقة استفاد منها المشاهد في المملكة وفي السودان، واستفاد منها المشاهد كله داخل السعودية والسودان. بالتأكيد يا خضر أنت رجل صاحب معلومات وعندك ذاكرة حديدية. عاطف أيضا رجل موسوعة ورجل بتاع أرقام. عاطف شكرا جزيلا لك كنت ضيفا عزيزا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا مصعب، شكرا خضر على الحلقة اللي عملناها هذه، نتمنى أنه نكون قدمنا فيها المفيد للسادة المشاهدين بإذن الله. شكري وتحياتي واحترامي وتقديري يمتد لكل الذين يقفون خلف برنامج كرتنا. قبل أن يمتد شكري واحترامي وتقديري للجمهور المتابع لبرنامج كرتنا على امتداد بثنا في جميع دول العالم، وصولا إلى مخرجنا المميز هشام يوسف، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. إلى اللقاء.